سبان ما سبقى بها شحال في المهرجان ديال الطبخ المغربي في الجزائر الكناري، عاودنا نديرو عندنا نعرفو المطبخ المغربي والناس يعرفو الحاجة، وكانوا الناس فرحانين بزاف لأنو هاد الفكرة اللي عرضنا عليهم عجباتهم الفكرة ورحبوا بها، وكان الإقبال كثير لأنو في الأول كانوا يتمسحوا كان واحد مغربي بحال اللي هو متعارف واللي هما الناس تيعرفوه ديجا ولكن عمرهم ما ضافوه، نتمنى يكونوا عجبهم.